وبركاته لكل متابعين برنامج تيلي راديو فيسبوك. معاكم النهارده صفاء العزازي وبنصور حلقتنا من محافظه سوهاج. السلام عليكم، والنهارده بما ايه الصفاء ان احنا بنصور محافظه سوهاج ومدينه سوهاج نفسها والمكان الجميل ده والجواز ده بيطل على تقريبا مدينه سوهاج من ناحيتنا الاثنين. وطبعا احنا عندنا شباب وفي الصيف اخترنا عنوان حلقتنا النهارده يكون عن الشباب والصيف، ازاي الشباب بيقضي وقت فراغه في الصيف. بس هنطلع لفاصل وارجع لكم تاني. في
أنا أحمد زعفان، طبيب نفسي، وأنا مدير مشروع حماة المستقبل مكتبة شيخ راشد. لو بتكلم عن الصيف ووقت ازاي نستغله كشباب، انا عايز اقول ان اي شاب لازم ياخد باله جدا من وقت فراغنا اللي احنا لازم نحاول نستغله في تنمية مهاراتنا، في علم جديد نتعلمه، المهم ان احنا نعمل اي شيء بعيد ان احنا نقضيه كله قدام التلفزيون، قدام نقعد مجرد لعب كوره او خروج وخلاص. ممكن يكون رحله في مكان جديد اكتشف فيه حاجات جديده مفيده، ممكن يكون كتاب جديد اقراه. يفضل ان انا في اول اجازه او الصيف احط خطه لاهدافي في خلال شهرين او 3 او الصيف، اشوف انا عايز ايه، اعمل ايه فيهم بالظبط، واحدد هنمي نفسي ازاي في الكلام ده. ويا ريت تكون تنميه جسديه، ان انا بتعلم رياضه جديده او لعبه جديده، تكون فكريه ان انا اقرا واتعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معانا؟ منال موسى من اسكندريه. ازيك يا منال، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك وانت عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. في دقيقه واحده يا منال، قولي لي ازاي بتقضي وقت فراغك في الصيف؟ بصي، معظم الوقت ان انا بقضيه في الشغل بتاعي، بس ما بقى يعني في لازم اسبوع كده هو بقضيه في البحر الاحمر. تمام. طيب، حاطه اهداف ليكي في الصيف؟ صيف 2008 ليكي اهداف فيه؟ صيف 2008 عندي هدف ان انا انبسط اسبوع كمان في سينا السنه دي، وعايزه كمان احط خطه حلوه قوي لشغلي مع فريق العمل بتاعي علشان شكرا صيف 2009 باذن الله. باذن الله ربنا يحقق كل احلامك يا منال، وميرسي خالص على تليفونك. ميرسي، انا شكرا جدا. ربنا يخليك يا رب. السلام عليكم. مع السلامه. وعليكم السلام. مع السلامه. ومعانا اتصال تليفون تاني، مين معانا؟ احمد مصطفى من اسوان. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ ازيك يا صباح الاخبار؟ الحمد لله كويسه. كنت عايز اسالك ايه بتستغل وقت فراغك في الصيف؟ والله وقت فراغي في الصيف، ونوعا ما انا بالنسبه لي الحياه من زي طبعا الطلبه بتبقى صيف وشتاء، بيبقى في وقت فراغ اكتر في الصيف، لكن عموما انا وقت فراغي بقضيه في انا بحب جدا القرايه. بحب جدا التمشية على الكورنيش وكده، بس أكتر حاجة بحبها أكيد القراية. والواحد بيعمل لنفسه في برنامج يخلص فيه مثلا الصيف ده، مثلا هخلص فيه مثلا 4 كتب. مين معانا؟ سارة علي مرعي من حماة سوهاج. طيب، كنت عايزة أسألك يا سارة، إزاي بتستغلي وقت فراغك في الصيف؟ بشتغل على الكمبيوتر، على النت اوقات بفتحه، بتفرج على التلفزيون، بخرج مع صناع الحياه طبعا، صناع المستقبل، وباكل وبشرب. طيب، ايه اهدافك في الصيف؟ صيف 2008 حاطه لك اهداف؟ طبعا اكيد. طيب، عايزه اخس، عايزه احفظ قران على الاقل جزء. حضرتك محمد جمال كامل من مكتب خارج حماس طنطا. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين تمام. كنت عايز اسالك ازاي بتقضي وقت فراغك؟ والله هي كانت مشكله وقت الفراغ ده، هي مشكله كبيره بالنسبه لي، خصوصا في الايام اللي فاتت. هي بنظام خروجات مع زمايلي وبنلعب كوره. الواحد حس بوقت فراغه والاجازه ليها طعم تاني بعد ما اشتغلت مع الجماعه، حسيت في شغل كتير. حسيت يعني اوكي. اطار معاكي. اطار يا ماشي. ازيك يا اسار، عامله ايه؟ الحمد لله. انا شايفه ان الاربع شهور بتوع الصيف فرصه كبيره جدا الواحد يبتدي ينمي مهاراته ويزيد من خبراته في سواء في المجال اللي هو بيدرس فيه او في مجال تاني هو يحب يقرا عنه. لو بسطنا الاربع شهور دول حسيناش ان هم وقت كبير جدا. لو بسطنا اليوم حتى لو اعتبرنا ان كل ساعه هي عباره عن خزنه احنا بنحوش فيها او بنشيل فيها حاجه احنا هنسدها او هنستفاد منها بعد شويه، هنلاقي ان احنا لو جينا اخر يوم او جينا اخر الاجازه لو كبرنا السكيل شويه وبصينا على الخزن دي حوشنا فيها ايه، هنلاقي ان في 100 ساعات كتير بتضيع مننا من غير ما نبقى استفدنا منها. حتى لو حتى لو هي ريلاكسيشن احنا ما بنبقاش واخدينها ان هي نستفاد منها في ان احنا نفكر بعد كده هنعمل في هنعمل ايه بعد كده بعد ما الاجازه تخلص. ففرصه الاجازه في ناس كتير بتضيع منها من غير ما تستفاد منها ومن غير ما تزيد اي حاجه على خبراتها ومهاراتها.
اتعلمت فوتوشوب عن طريق نفسي، دخلت على الانترنت كتير. كانت البداية بداية ان انا اصريت ان انا لازم اتعلمه ولازم اعرف حاجات كتير عنه. كان في تحدي بيني وبين اخويا الكبير على اساس مين اللي هيعرف اكتر معلومات في البرنامج ده، والحمد لله يعني يعني الحمد لله مع الاصرار والمحاولة كتير، ومع ان انا الواحد الحمد لله بيخش نت وبحاول يستفيد منه كتير، الحمد لله يعني وصلت للمستوى كويس الحمد لله. طيب قول لي يا محمد، اهلك لايه ان انت بتتعلم فوتوشوب؟ انت دلوقتي بتشتغل في شركة، كلمنا عنها. الشركة اللي انا شغال فيها دلوقتي شركة الحمد لله كبيرة، شركة بتغطي بنك زي بنك HSBC، حاجات كبيرة. انا اتوقعت بصراحة لما رحت هناك واتقبلت بالشغل، يعني حاجة محدش كان تتوقعها، شركة بالضخامة دي ان انا انزل اشتغل فيها ومع التالت اسبوع تقريبا اشتغل فيها ارت دايركتور، حاجة. عشان نتطور ونبقى احسن واحسن واحسن. شكرا لكم يا جماعة، شكرا شكرا يا جماعة.